بتسعة اب رح تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للشعوب الأصلية International Day of the World's Indigenous People. الاحتفال بهاليوم بيهدف لحماية الشعوب وحقها بالعيش، حماية ثقافتها وهويتها، وحقها بالمشاركة بعملية صنع القرار على كل المستويات. إذا بنقرأ بس عناوين الفقرات لشرعة هالنهار بننسطل قدام قوة وقدسية التعابير والمعاني اللي مكتوبة فيها. اقرأ تفرح، شاهد تحزن. كيف الأمم المتحدة بدها تعيد هالعيد ورئيس الميمون والمؤتمن على رسالة السلام بين الشعوب استكتر علينا أكثر من سطر استنكار ليدين فيه الهجوم على مسيحيي الموصل. استنكاره كان أقل من 10 كلمات. رح أقولها بالإنجليزي. We strongly condemn the systematic persecution of minorities in Mosul. يا ريتك ما حكيت، لكان صمتك أبلغ. حتى إنك استحيت تذكر كلمة المسيحيين، ذكرت أقليات. نحن منا أقلية، نحن أكترية. نحن جزء من الكنيسة الجامعة اللي عددها على هالكوكب 2 مليار مسيحي بسطر واحد. نتمنى على الأمم المتحدة إلغاء أو أقله تأجيل الاحتفال بهاليوم حتى عودة كل الشعوب الأصلية لديارها. لحكام العالم اللي عم بيخططوا ما بنعرف شو، بدنا نذكركم إنه ما بعمره واقع الجغرافيا تغلب على حقيقة التاريخ. تاريخنا ما بينمحى بثواني. 2000 سنة تضحيات ومسامحة وعطاء ما بتنمحى بنهار. أرضها الشرق مروية بالدم شهداء وقديسين أبطال. وين ما زرعونا بالصحراء منزهر وراح تزهر سلام مهما طال العذاب. أرضها الشرق شهدي لإنجيل وكنيسة عمرها 2000 سنة. أرضها الشرق أرض الأجداد والأحفاد اللي رح يبقوا ليدافعوا عن تاريخهم وثقافتهم وإيمانهم. أرضها الشرق أرض العجائب والمعجزات، أرض شهدنا عليها عجائب يسوع والقديسين. ومثل ما أهلنا بالموصل وبغير الموصل تهجروا من ديارهم بساعة واحدة، بساعة واحدة بيرجع. يا أميرة المؤمنين، لا بل يا أميرة غير المؤمنين، يا خليفة وخلفة لا نعرف من. ما بدنا نخبرك عن إنجازات مسيحية الشرق والعالم. اسأل مسلمي لبنان عن مسيحية لبنان. نحن تربينا على محبة القريب، مساعدة الفقير، مواساة المظلوم والمريض. وهالدين المسيحية اللي آمن فيها 3 سكان الأرض، فيها من جبابرة العقول المفكرة اللي وصلت أقدام على سطح القمر واخترعوا كل شيء أنت عم تستعمله يا أمير الظلام. اخترعوا الكهرباء والسيارة والطيارة والباخرة والتلفزيون والراديو والفاكس والإنترنت والهاتف اللي عم تحكي فيه مع شياطينك، وأنت لا تزال تفاخر وتنادي بالجزية 40 جلدة. نحن ما فينا نصنف المسلمين أو غير المسلمين ونختار مين منحب ومين ما منحب ومين منكره ومين ما منكره. نحن صدر بحقنا حكم، وهالحكم من ربنا ومسيحنا وخلقنا. حكم علينا بمحبة الأعداء ونحن رح ننفذ الحكم.
رح نضل نسامح ونغفر ونصبح ونحب ونترك الانتقام لعدالة السماء. بس اعرف إذا سمحنا مش لأن جبنا، وإذا غفرنا مش لأن ضعفا، وإذا سكتنا مش لأن خايفين، وإذا ما حربنا مش لأنه ما فينا، كل هذا لأننا ملتزمون بالمحبة. ويلي زادنا تمسك وإيمان والتزام بأن ديانتنا المسيحية هي حقيقة وصحيحة وواضحة وسليمة، هو أيضا بشهادة واعتراف قرآنك بالمسيح وأمه مريم. من سورة المؤمنين في قرآنكم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني فوق الجنة. وبعد في آيات عديدة بالقرآن من سورة آل عمران وسورة النساء وسورة البقرة تشهد لمسيحنا ولكتابه ولموقعه الإلهي السماوي المقدس، حتى أن الروح القدس مذكور بقرآنكم. فلماذا تضطهدون؟ ولماذا تقتلون؟ لقد عرفنا الإسلام من إخوة مسلمين لنا بأنه دين الرحمة والصوم والعبادة والإحسان وعمل الخير والتوبة إلى الخالق والسجود والمعاملة الحسنة ما بين الناس والدعوة إلى الصلاح والنور والهدى ونصرة المظلوم والصبر واللطف والبركة والخير. لماذا لا تطبقون؟ إنما تفعلون هو تدنيس وإهانة للقرآن. أصوليتكم ليست من أي دين، أصوليتكم تطرف وتخلف، أصوليتكم تشويه للدين، أصوليتكم تحقير للمرأة، أصوليتكم تفرقة عنصرية، أصوليتكم مال حرام، أصوليتكم تجارة حشيش وأفيون، أصوليتكم جهل ودعوة للجاهلية. شو هالنصر العظيم بتنفيذ هجوم بربري همجي وقلع أبرياء عزة المخلصين لبلدهم، شايفين حالهم بعلم بلادهم معلقينه بصدر بيوتهم وعليه الله أكبر ومش مستحيين فيه. شو هالنصر العظيم بتفجير كنيس واقتحام أماكن صلاة وكسر صلبان؟ شو هالبسالة والشجاعة بطبع حرف نون على بوابنا؟ مبروك هالانتصار، لكن قولوا لنا بأي دار أو مسجد أو هيكل تتقبلون التهاني؟ أعمالكم رح تبقى وصمة عار بذاكرة التاريخ، مش بس بذاكرة التاريخ، كمان بأرشيف التاريخ، محفوظة بالصوت وبالصورة. صوركم وكلماتكم ومشاهد فظائعكم رح تبقى لنفرجيها لأولادكم وعشيركم من بعدكم ليروا ماذا فعلت أيديكم. ونحن باقيين هون لنشهد على كل شيء عم تعملوه ونأرشفه حتى لو بقي واحد منا، لأننا حملته حقيقة، والحقيقة لو كانت لوحدة هي الأكترية، والبطل لو كان العالم كله معه هو أقلية. ورح يضل نشيد تجمع أبناء الكنيسة نشيد تالي لوميير نوسا يطن بدينيكم وبدينين أولادكم حتى منتهى الدهر. بقرأ مقطع من هالنشيد لأنهي فيه: حبنا لله زخر ورجاء، نحن في الأرض مصابيح السماء، حبة الحنطة إن ماتت تعش، أحرقونا نملأ الدنيا ضياء. أيها الظلام عبادو الحجر،
نحن ملك الله لا ملك البشر. كلما أحرقتم منا واحدا هبت الريح عليه فانتشر. سنبقى مسيحيون حتى لو كتبتم مليون موت. حبنا لله ذخر ورجاء، نحن في الأرض مصابيح السماء، حبة الحنطة إن ماتت تعش، تحرقنا نملأ الدنيا ضياء. حبنا لله ذخر ورجاء، نحن في الأرض مصابيح السماء، حبة الحنطة إن ماتت تعش، تحرقنا نملأ الدنيا ضياء. أيها الظلام عباد الحجر، نحن ملك الله لا ملك البشر. كلما أحرقتم منا واحدا هبت الريح عليه فانتشر. حبنا لله دخر ورجاء، نحن في الأرض مصابيح السماء، حبة الحنطة إن ماتت تعش، تحرقنا نملأ الدنيا ضياء. حبنا لله ذخر ورجاء، نحن في الأرض مصابيح السماء، حبة الحنطة إن ماتت تعش، تحرقنا نملأ الدنيا ضياء. تحرقنا نملأ الدنيا ضياء.